بسم الله الرحمن الرحيم. الجزء الثاني: وجاء العثمانيون ففتحوا لهم أبواب الوظائف الحكومية والمهن الحرة حتى وصلوا إلى أعلى المراتب، وكان أطباء سلاطين آل عثمان يهودا، وصارت لهم المزارع والمتاجر والمصانع، وكثرت دور العبادة، وزحفوا إلى البلقان التي سبق أن طاردتهم، واستعادوا وجودهم في قلب أوروبا. ومع ذلك فقد سجل التاريخ أن اليهود لم يكن منهم سنة 1267 ميلاديا بمدينة القدس إلا أخوان اثنان، وفي عام 1327 توطنت فيها طائفة صغيرة تشتغل بالصياغة. وخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر تراوح عددهم بين 250 و1500، ولعل ذلك يرجع إلى الاستمرار الأخذ باتفاقية عمر سيفرونيوس مع الحرص على حماية الأماكن المقدسة إسلامية ومسيحية. في مصر الحديثة هذا عنوان: حظى اليهود في عصرنا هذا على مستوى العالم العربي بأكثر مما حظى به كثيرون من أبناء العرب، بل أنهم كانوا يمارسون حرية العمل ضد أصحاب البلاد أنفسهم. فإذا أخذنا مصر مثلا، نجد أن بينما كانت قضية الضابط اليهودي دريفوس تهز المجتمع اليهودي في أوروبا، كان الكاتب والمفكر اليهودي يعقوب صنوع أبو نضارة يصدر جريدته التنكيت والتبكيت، مسهما في إنهاض الحركة الوطنية عن طريق الصحافة والمسرح. فلما اشتد الاضطهاد الأوروبي لليهود، نجد حكومة حسين رشدي في عهد السلطان حسين تسارع إلى استضافة المهاجرين اليهود من روسيا وبولندا ومن فلسطين ذاتها، إبان الحرب العالمية الأولى، وتنظم عملية الغوث لهم وتعيد الأمان إلى نفوسهم، وتفتح لهم الأسكندرية مناطق الكباري والبلدية ومبنى الحجر الصحي ومحطة الورديان ودار المحافظة من دور الحكومة، كما أمر السلطان حسين بأن تصرف لهم إعانة يومية قدرها 80 جنيها، زيدت إلى 100، وهو مبلغ غير ضئيل في ذلك الحين، بالإضافة إلى تبرع أثرياء اليهود وغيرهم. جاء في صحيفة مصر الإسرائيلية 31 يناير لعام 1915 ميلاديا أنه كان يعيش في منطقة الكباري نحو 1600 نسمة يتكلمون 14 لغة، وتستخدم اللغة العبرية وسيلة للتفاهم بينهم. والمكان يشبه قرية مستديرة الشكل، وهي مصورة ضمانا للأمن. وقد بنى لهم المصريون معبدا ومستشفى، فضلا عن أن المكان نفسه صحي وملائم للمعيشة، وبه حدائق خضراء وطرقات مرصوفة ونافورات مياه. كتب إدجار سويرس رئيسهم بمدينة الأسكندرية شاكرا حسين رشدي باشا، يقول: لقد أثبتتم مرة أخرى تحرر هذا البلد وضيافته الكريمة، وإن طائفتنا لعلى ثقة في هذه المناسبة بأنها تعبر عن عرفان يهود العالم للحكومة المصرية على الإجراءات السريعة الفعالة التي اتخذتها لمساعدة هؤلاء المطرودين البؤساء. وفي مارس عام 1915 دعت لجنة اللاجئين بالأسكندرية إلى اجتماع حضره نحو 200 شاب، وناقش الحاضرون أمر تكوين فرقة يهودية تنضم للقوات البريطانية شريطة أن تحارب في الجبهة الفلسطينية لتمكين الوجود اليهودي في فلسطين دون أدنى رعاية وتقدير للأرض التي فتحت ذراعها لاحتضانهم. وتألفت على الفور في الأسكندرية فرقة تضم 500 متطوع و350 من اللاجئين و150 من يهود الأسكندرية، وسميت هذه الفرقة فرقة راكبي البغال، الذي أدت الإنجليز أثناء حملة غاليبولي خدمات كثيرة، حتى صدر الأمر بتسريحها في مارس لعام 1916 ميلاديا. كان جنود الفرقة يلبسون قبعات عليها نجمة داود، لها علم مرسوم عليه هذه النجمة، وقد باركها الحاخام اليهودي الأكبر ديلا برجولا،
ووزع على أفرادها كتيبات باللغة العبرية تحتوي على التعاليم الداعية إلى التمسك بالعقيدة والواجبات العسكرية. بعد حل هذه الفرقة تكون في لندن الفيلق اليهودي في 5 أغسطس لعام 1917 ميلاديا بقيادة الكولونيل باتريسون للمساهمة في العمليات الحربية في فلسطين. واستقبل هذا الفيلق أثناء مروره بالإسكندرية استقبال ح... واستقبل هذا الفيلق أثناء مروره بالإسكندرية استقبالا حافلا من يهود المدينة. وقد رأى اليهود في هذا الفيلق نواة لجيش يهودي يقوم حين يكسبون الحرب بتوزيع فصائله في فلسطين، فلكي يلزم العرب دائما حدود النظام. في عهد الملك فؤاد الممتد في عهد الملك فؤاد 1917 إلى 1936 رسخت أقدام اليهود في البلاد وتفتحت أمامهم الأبواب الواسعة في كل مجال، حتى عرفت مصر وزير ماليتها اليهودي يوسف قطاوي باشا، وكان تعيينه تقديرا أدبيا وتكريما للطائفة اليهودية. واحتل عدد من اليهود مقاعد في مجلس الشيوخ والنواب، وتأسست المحافل اليهودية في القاهرة والإسكندرية وعواصم الأقاليم المختلفة، وساهمت المحافل في مساعدة اليهود اللاجئين، وكان من أشهرها محفل ابن ميمون الذي افتتح في 16 من يناير لعام 1887، وظل يمارس ألوان النشاط. فلما كان عام 1944 اختير حاييم وايزمان رئيس المنظمة الصهيونية رئيسا شرفيا له. وإلى جوار هذا المحفل الكبير كان محفل إلياهو جانابي بالأسكندرية، ومحفل بناي بريث بالقاهرة، ومحفل ماجن ديفيد بالمنصورة، ومحفل أوهيل بطنطا، ومحفل إسرائيل ببورسعيد. وبلغ عدد المعابد في القاهرة خلال النصف الأول من القرن العشرين حوالي 29 معبدا، وفي الأسكندرية 20 معبدا، بالإضافة إلى عدد من المعابد في بورسعيد ودمنهور وجف كفر الزيات وطنطا والزقازيق والمنصورة وميد غمر والمحلة الكبرى. إلى جانب نشاط المحافل والمعابد في الميادين الثقافية والاجتماعية والسياسية، تأسست جمعيات كثيرة تمارس مختلف ألوان النشاط، ومنها جمعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية عام 1925، وكان يرأسها يوسف قطاوي باشا، والجماعة الفنية اليهودية بالقاهرة لعام 1912، وجمعية بخور حوليم لعام 1909، والاتحاد الإسرائيلي بهليوبلس عام 1922، واتحاد الشبيبة اليهودي عام 1935، والجمعية الخيرية الإسرائيلية بالأسكندرية لعام 1885، والمبرة الإسرائيلية للمساعدات المدرسية للغذاء والكساء لعام 1894، وجمعية المكابي الرياضية عام 1910. وفي سنة 1917 أسست الجالية اليهودية جريدة النهضة اليهودية بالفرنسية، وحلت محلها بعد 5 سنوات المجلة الصهيونية. وفي سنة 1920 صدرت مجلة إسرائيل في 3 طبعات العبرية والفرنسية والعربية، وظلت تصدر حتى سنة 1940. فلما مات صاحبها سنة 1933 تولت زوجته الإشراف عليها، وكتبت في نوفمبر من نفس العام تستحث يهود مصر على المشاركة في تمويل الصحيفة، تقول: لقد قمنا بنشر الدعوة الصهيونية طيلة هذه المدة والتبشير من المبادئ الصهيونية والدفاع عنها ورد حملات خصومها عليها، وكم من مرة لفتنا نظر كبار رجال الصهيونية في الشرق إلى أن وجود جريدة يهودية بلسان عربي في مصر تتولى الدفاع عن الصهيونية وتنشر الدعوة لها، فهي على جانب عظيم من الأهمية. وحذرت اليهود في الشرق ومصر بأنهم إذا لم يبادروا إلى معونة الصحيفة فإنها ستتعطل. وصدرت مجلة الفجر بالقاهرة سنة 1924، وكان أول صدورها باسطنبول سنة 1908.
وتوقفت سنة 1919، لكن محفل بناي بريث شكل لجنة برئاسة سيمون ماني لدعمها ماديا وأدبيا، واتخذتها عصبة مادة معاداة اللاسامية منبرا لها طوال الأربعينات، وصدرت مجلة كاديمة الأسبوعية سنة 1935، وفي الأسكندرية صدرت الرسول الصهيوني بالفرنسية سنة 1901، وفي سنة 1912 صدرت مجلة مصر الإسرائيلية بالفرنسية، وصدرت مجلة الشمس العربية سنة 1934، وكان لها اتجاه صهيوني بارز، حيث جاء في عددها الصادر في 11 يناير 1935 نداء يقول: إخواني الإسرائيليين، إن فلسطين تناديكم بأعلى صوتها طالبة منكم أنتم أبناؤها الأحرار أن تشتروا كل واحد منكم قطعة أرض بالنقد أو بالتقسيط، ذلك بواسطة البنك على يد الوكيل الوحيد بالقطر المصري مع التسهيلات في الدفع، وفي زيارة واحدة لمنزله تشهد بصدق قولنا وأمانتنا، فهيا اذهبوا إلى شارع عبد العزيز رقم 11 شقة رقم 18 بالدور الرابع، وعجلوا ولا تتأخروا، إذ الأراضي يزيد ثمنها يوم إلى يوم، والمسألة فرصة عظيمة. الوكيل الوحيد إبراهيم يعقوب سبريل. المقابلة من الساعة 1:30 إلى الساعة 3:30 بعد ظهر كل يوم. وصدرت جريدة المنبر اليهودي سنة 1936 لسان حال الحركة الصهيونية تحت إشراف جاك رابان، الذي كان يتسم بنشاط وحماسة صهيونية عالية، وأسهم في الكتابة بمعظم الصحف الصهيونية والأجنبية ذات الميول الصهيونية كالبوروس وإيجيبشيان وجريدة الأحد، كما ساهم في إنشاء نقابة الصحفيين المصرية. وقد جاء في عدد المنبر اليهودي الصادر في 25 من مارس لعام 1942 بقلم المحامي فيليكس بن زاكين عضو المنظمة الصهيونية الجديدة بعد زيارة القدس: يا يهود مصر، إن الشعلة عالية على جبل المكبر وقد أضاءت روحي، ويجب أن تضيء أرواحكم، إن الجامعة العبرية توجه إليكم نداء عاجلا لمدها بمعونتكم، فلا تترددوا في تقديم العون لها دون تحفظ، فأنتم بهذا إنما تقومون بأوجب الواجبات وأعظمها. وسيطرت على الاقتصاد المصري خلال الفترة الممتدة من 1897 إلى 1947 عائلات رولو وموسيري وعداه وعدس وقطاوي وفيكوريل وشيكوريل وجاتينيو وجرين ومنشه ومزراحي وغيرها من العائلات اليهودية. وإذا كان يوسف قطاوي باشا قد تولى وزارة المالية، فقد كان ابنه أصلان قطاوي بك سكرتير عاما لمصلحة الأملاك الأميرية، ومندوبا عن مصر في شركة قناة السويس، ومندوب الحكومة في البنك الأهلي المصري، وتولى رئاسة لجنة مدارس الطائفة اليهودية، وكان عضو المحافل والمؤسسات الدينية واليهودية، وشغل الابن الثاني ريني قطاوي بك مناصب في كثير من الشركات، وكان عضوا بمجلس النواب عن دائرة كومومبو، وعضوا بالجمعية الزراعية الملكية، وعضوا بمجلس الطائفة وبلجنة مدارسها، كما كان من مؤسسي جمعية مصر للدراسات التاريخية اليهودية. وسيطر جوزيف موسيري على معظم دور السينما في مصر والأسكندرية والسويس وبورسعيد، واحتكر استيراد الأفلام الخام وبيعها وطبع الترجمة على الأفلام الأجنبية. وكان سلفاتور شيكوريل بيك رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة شيكوريل، وعضوا بمجلس الغرفة التجارية العبرية، وعضوا لبعثة الاقتصاد المصرية التي سافرت إلى السودان لفتح مجالات أمام رؤوس الأموال المصرية، كما كان من مؤسسي جماعة أصدقاء الجامعة العبرية. وفيكتور هيراري صار مدير الحسابات المركزية ومندوب الحكومة المصرية في لجنة إصلاح ميزانية الأوقاف، كما كان رئيس الجمعية المصرية للدائرة السينية، وكان رئيسا وعضوا بمجالس إدارة عدد من البنوك والشركات. وإدوين جعار كان رئيس جمعية
التجار المصدرين بالإسكندرية، ولجنة بذرة القطن، ولجنة بورصة مين البصل. وفي الوقت نفسه كان نائب رئيس الطائفة الإسرائيلية بالإسكندرية، وتولى أمانة الصندوق الدولي لحماية المرأة والفتاة لمدة 15 سنة. وفي سنة 1942 حين كان ميلاديا، حين كان العداء للسامية على أشده، كان اليهود في مصر يسهمون في إدارة وتوجيه 103 شركات من مجموع الشركات البالغ عددها وقتئذ 388 شركة، فضلا عن الإسهامات في إنشاء عدد كبير من المصارف والشركات المالية والائتمانية التي كانت تتولى تقديم القروض وبيع وشراء الأوراق المالية والمستندات، وتتاجر في العقارات والأراضي الزراعية، وتمول المشروعات الصناعية والتجارية. وأسهم الرأسماليون اليهود في إنشاء عدد من الشركات النقل البحري والبري، وأسهموا في الصناعات الزراعية وفي صناعة البناء وإنتاج مواده واستغلال المحاجر. وبرز عدد من اليهود في ميادين الطب والهندسة والعلوم والزراعة، ونالوا شهرة واسعة وحصلوا أموالا وفيرة. وظل حاخام يهود مصر دافيد ناحوم عضوا بالمجمع اللغوي في مصر حتى وفاته عام 1950 ميلاديا. استغل اليهود هذه السماحة المصرية لصالح الأطماع الصهيونية، فأسست جمعية بني صهيون سنة 1908 التي اندمجت في جمعية زئير زيون سنة 1909 ميلاديا بالأسكندرية. وقد شاركت هذه الجمعية بمجهود كبير في تكوين فرقة راكبي البغال، وأنشأت مكتبا للاستعلامات مهمته توطين اليهود في فلسطين والدعوة إلى الهجرة اليهودية وتسهيل مهمة المهاجرين أثناء مرورهم بمصر إلى فلسطين. وفي 12 من أغسطس لعام 1918 أعلن البارون منشأ وجوب تكوين لجنة تعمل على لم شمل كافة الجمعيات اليهودية من أجل الاهتمام بكل ما له صلة بفلسطين، وتدعيم الجامعات العبرية في فلسطين، والمساعدة على توطين اليهود وإنشاء المستشفيات والجامعات الخيرية. وفي 14 من أغسطس لعام 1918 دعت اللجنة حاييم وايزمان أثناء مروره بالأسكندرية ليلقي كلمة يشرح فيها المتطلبات العاجلة للقضية الصهيونية، فبين موقف المنظمة العالمية سياسيا واقتصاديا و فبين موقف المنظمة العالمية سياسيا واقتصاديا وعقائديا وكشف عن عدم كفاية التنظيمات القائمة على تحقيق الهدف، وأوضح الوسائل الكفيلة بعلاج ذلك. وعقب هذا أطلقت اللجنة على نفسها لجنة المشايعة لفلسطين، ودعت إلى الاكتتاب، فصار عدد كبير من يهود الأسكندرية إلى التبرع، وبلغت الاكتتابات الأولى في بضعة أيام 119 جنيها، وقيمتها اليوم تتجاوز المليون. وفي نفس الوقت أسس ليون كاسترو أول فرع للمنظمة الصهيونية في مصر، وأصبحت جمعية زئير زيون سنة 1918 فرع المنظمة الصهيونية العالمية في الأسكندرية. ثم انضم أعضاء اللجنة المشايعة لفلسطين، وأقامت المنظمة فرعا لها في بورسعيد وفي القاهرة، اتخذت مقرا لها بشارع أبو السباع جواد حسني الآن، وأعلنت صراحة أن هدفها نشر الدعوة الصهيونية بين جماهير اليهود والمساعدة على تأسيس الوطن القومي اليهودي في فلسطين. وسارع ليون كاسترو إلى إصدار المجلة الصهيونية سنة 1918 لتكون لسان حال المنظمة، وأنشأ فرع المنظمة في مصر بكل من القاهرة والإسكندرية وبورسعيد فروعا للصندوق القومي اليهودي كيرن كايميت، تجمع تبرعات اليهود لشراء الأراضي في فلسطين ويساعد على توطين العمال اليهود بها. وتأسست سنة 1932 الجمعية المصرية لأصدقاء الدراسات العبرية برئاسة رودولف شالوم لتكوين العناصر القادرة على نشر الثقافة العبرية بين أبناء الطائفة وتزويدهم بالفكر الصهيوني.
وأصبحت المحافل اليهودية منبرا صريحا للدعوة الصهيونية، فيها تنظم اللقاءات وتلقى المحاضرات وتدبر المؤامرات. وفي سنة 1941 تأسست اللجنة اليهودية للترفيه عن البحارة والجنود والطيارين لإقامة النوادي الترفيهية للجنود اليهود وتقديم المساعدات الدينية والمادية. وفي أواخر مارس عام 1942 حضر إلى مصر إسحاق زيفي الذي صار رئيسا لجمهورية إسرائيل فيما بعد، وكان وقتئذ رئيسا للمجلس الوطني اليهودي في فلسطين. وزاره الحاخام الأكبر وكبائر أبناء الطائفة، وعقد اجتماعا خاصا مع أعضاء المجلس الأعلى للطائفة برئاسة يوسف قطاوي باشا، وناقش معهم جوانب المشكلة الفلسطينية وبين وجهة نظر المجلس الوطني اليهودي. وفي سنة 1943 قرر ليون كاسترو أن يعيد تشكيل فرع المنظمة الصهيونية تحت اسم الاتحاد الصهيوني المصري، واتخذ مقرا له 116 شارع عماد الدين. وعندما انعقدت الجمعية العمومية للاتحاد الصهيوني في 3 من ديسمبر لعام 1944 بعد مقتل اللورد مورين، ألقى كاسترو كلمة أكد فيها أن يهود الولايات المتحدة أصبحوا يعترفون بأنه لم يعد هناك ملجأ للشعب اليهودي إلا ما حدده هيرتلز، ووجه نداء ليهود مصر أن يضاعفوا جهودهم من أجل الوصول إلى هذا الهدف. بعدما استقال جابو تينيسكي من الهيئة التنفيذية للمنظمة الصهيونية العالمية في يناير عام 1923 احتجاجا على سياسة الكتاب الأبيض الذي صدر سنة 1922، متهما زملائه في المنظمة بفقدانهم الواقعية السياسية لأنهم يسيرون بريطانيا، مع أنها سوف تسوف في تنفيذ وعود بلفور، عاد ألبير استراسيلكي إلى مصر في عام 1929 ليؤسس فرعا لحزب التصحيحيين يبشر بدعوته المتطرفة ويحمل لواء المعارضة في صفوف فرع المنظمة الصهيونية بمصر، وأصدر جريدة سياسية أسبوعية باسم الصوت اليهودي بالقاهرة، واتخذ مقرها منتدى للاجتماعات السياسية والصهيونية. ولم يمض عام 1936 حتى أنشأ استراسليسيكي فرعا آخر للمنظمة الجديدة بالأسكندرية، وفرعا ثالثا في بورسعيد، وشهد عام 1937 نشاطا كبيرا على إثر نشر تقرير لجنة بيل الملكية بشأن العلاقات العربية اليهودية في فلسطين. استمر جابو تينيسكي بالإسكندرية واجتمع بأعضاء المنظمة الجديدة، وعقد مؤتمر صحفيا بفندق سيسل في 5 يوليو 1937 تناول فيه المشكلة الفلسطينية، وأعلن استنكاره فكرة التقسيم وإصرار المنظمة على إقامة دولة يهودية في الحدود التاريخية لإسرائيل وضرورة تنظيم الهجرة على نطاق واسع، وأكد أنه لا يمكن الحصول على موافقة العرب إلا بعد إقامة الدولة الصهيونية كسرا وجبرا وفرضها على معارضيها. وافتتح جاك سيد مكتبا عقاريا بالأسكندرية، وكيلا عن عدد من المؤسسات اليهودية في فلسطين في محاولة لتجريد العرب من أراضيهم. وبعد أن أصبح فرع المنظمة في مصر تابعا من الناحية التنظيمية لمكتب القدس وللتوجيه الشخصي من رئيسه ألتمان، حضر ألتمان سنة 1942 إلى القاهرة وعقد اجتماعا بمنزل سيمون يانوكوفيتش بشارع نوبار باشا، وناقش المشكلة الفلسطينية وخطة المستقبل بالنسبة للوطن العربي، الوطن القومي اليهودي، ومصير الجنود بعد تسريحهم من جيوش الحلفاء. وفي سنة 1943 ألقى ألتمان في مكتب الاستعلامات الصهيوني التابع للوكالة اليهودية في الأسكندرية محاضرة عن مركز اليهود في ألمانيا ودول البلقان، مطالبا بالعمل على تحرير اليهود في ألمانيا ودول البلقان، وجمع آلاف الجنيهات من أثرياء اليهود في مصر. وفي فبراير عام 1944 عقد ألتمان مؤتمر صهيونيا كبيرا في منزل الميس يوروسانو بالأسكندرية،
أكد فيه أنه في حالة فشل الصهيونية في الحصول على مطالبهم بالوسائل السلمية فإنهم سيضطرون إلى العنف وحمل السلاح. وفي 19 من إبريل لعام 1944 اجتمع ألتمان بجورج جيز باشا وكيل حكمدارية الأسكندرية وهدد بأنه إذا لم تستجب الحكومة البريطانية لإنشاء الوطن القومي اليهودي في فلسطين فإن الصهيونيين سيتكلفون بتحقيقها بوسائلهم الخاصة وأنه هو شخصيا سيتقدم الصفوف. ولم يملك جيز إلا أن يقول إنه لا يعني إلا الابتعاد بيهود مصر عن التورط في مشاكل اليهود الفلسطينيين حتى لا يؤثر ذلك على علاقاتهم بالشعب المصري وحكومته. ولما كانت تطورات الحرب العالمية في بداية عام 1944 تشير إلى انتصار الحلفاء أخذت المنظمة الصهيونية الجديدة تتحرك بدرجة عالية من التنظيم والتكتيك لاتخاذ الخطوات الكفيلة بإعلان الوطن القومي اليهودي غداة انتهاء الحرب. وعمد ستراس ليسكي إلى إعادة تشكيل فرع الحزب بالقاهرة باعتباره كوميسيرا عاما وزعيما للجماعة في مصر، ودعا إلى اجتماع في مكتبه 25 يونيو 1944 اقترح فيه تكوين هيئة الفرع، وحرر محضرا بهذا الاجتماع إلى الحاكم العسكري في مصر يطلب موافقته على تكوين الفرع. وظل النشاط الصهيوني على أشده حتى مارس 1945 حين ألقي القبض على روفائيل سادوفسكي الذي كان أمينا عاما للمنظمة الصهيونية الجديدة، وفي نفس الوقت كان أحد أعضاء الجماعات الإرهابية شترن. وبدأت خيوط التنظيم الصهيوني في مصر تتكشف بعد أن اعترف سادوفسكي بأن ستراس ليسكي سجل دفاع قاتلي اللورد موين في جلسات المحاكمة، وهو الدفاع الذي منعت الحكومة إذاعته وأعطاه لأحد إرهابي شترن بنيامين جبنر لتوصيله إلى مركز العصابة في فلسطين. وظل ستراسلكي بصفته الكوميسيير العام للجماعة الصهيونية يخاطب السفارات والمفوضيات ورؤساء الجاليات والمحافل الماسونية فترة طويلة حتى تم طرده من البلاد في 28 مايو عام 1945. هذا مجمل النشاط اليهودي الصهيوني في مصر الذي كان يبلغ تعداد اليهود بها 75 ألفا حتى سنة 1950، فكيف بالمغرب الذي كان بها 225 ألف، وفي كل من العراق والجزائر 120 ألف، وفي تونس 100 ألف. لقد حصلت الجمعية الصهيونية بالعراق عام 1921 على اعتراف قانوني بها من حكومة الانتداب البريطاني، وكان أهارون ساسون سنة 1919 قد أسس في بغداد اللجنة الصهيونية التي صار لها 16 فرع في المدن العراقية، وقامت بتنظيم جماعات شبابية لأعداد المهاجرين، كما قامت بطبع عدة نشرات شهرية بالعبرية والعربية، وأسست مكتبة صهيونية، واعتدت على بعض المعابد اليهودية لحمل اليهود على الهجرة. وفي عام 1942 تأسست حركة الرواد البابليين وأخذت في تعليم الشباب اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات، وكونت جهازا خطيرا له أسلحته ومجندوه. وفي عام 1950 ألقت شحنة متفجرات على مقهى يرتاده المثقفون اليهود لحملهم على الهجرة، كما ألقت قنابل على المركز الإعلامي الأمريكي وعلى معبد ماسودا شينتوف لنفس الهدف. وحصل اتحاد تونس الصهيوني على الاعتراف القانوني من السلطات الفرنسية سنة 1922، وفي نفس العام قام الصهاينة التونسيون بتنظيم حركة احتجاج على الثورة الفلسطينية، وطبع الاتحاد الصهيوني منشورات باللغة العربية تم توزيعها على النوادي الصهيونية في جميع أنحاء العالم العربي، ونظمت اللجان الصهيونية في الجزائر حملات لتجنيد المهاجرين المستوطنين فلسطين، وأقيم معسكر في الخمسينات لاستقبال المهاجرين. وبعد العدوان الثلاثي على مصر احتفل يهود الجزائر بالذكرى العاشرة لقيام إسرائيل، كما احتفلوا سنة 1960 بذكرى ميلاد هيرتلز.
وقام الشباب اليهودي في المغرب بمظاهرة ارتدوا أثنائها قبعات بيضاء محلاة بنجمة داوود الزرقاء، ورددوا هدافات ضد عبد الناصر خلال زيارته في المغرب. وفي سنة 1955 قام 63 يهودية مصرية بناء على تعليمات إسرائيلية بوضع متفجرات في مكتبة المركز الإعلامي الأمريكي في القاهرة وفي منشآت أخرى أمريكية وبريطانية بالقاهرة والإسكندرية، لتمكين العناصر الاستعمارية في البرلمان البريطاني من منع إبرام اتفاقية تنص على الجلاء عن قواعد السويس والإضعاف وتشويه صورة نظام الحكم الثوري الجديد في مصر، ولحمل السياسة الأمريكية على اتخاذ موقف معادل له. ومع هذا زار مصر في إبريل 1955 الحاخام اليهودي ألمر بيرجر المدير التنفيذي للمجلس الأمريكي اليهودي، فشهد أحسن حال لليهود في مصر برغم الصعوبات والمشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي كانت البلاد تعاني منها، وقال إنه كان الأقدر بالأمريكان أن يأتوا ليروا كيف يعيش 50,000 يهودي لهم ارتباطاتهم الإنسانية والوطنية والتقليدية بمصر وتاريخها.